فوجئ قطاع كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب باختفاء جميع أغانيه التي أنتجتها شركة ناي من قناته الرسمية على اليوتيوب وبعض منصات الأغاني الأخرى، حيث لم يتبقى على قناته سوى لقطات من حفلاته الغنائية، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات حول سر اختفاء تلك الأغاني وهل هناك أزمة بسببها أم لا. واعتبر البعض أن اختفاء أغاني عمرو دياب من يوتيوب قد يكون سببه مشروع جديد خاص بجمع أغاني النجم المصري عبر منصة غنائية جديدة، إلا أن الأمر لم يخرج أي من المقربين من عمرو دياب سواء لنفيه أو تأكيده. من جانبه أكد الشاعر الغنائي خالد تجدين أن سبب اختفاء أغاني النجم الملقب بالهضبة هو وجود مشكلة بسيطة في قناته على يوتيوب، وأن الأغاني سوف تعود مجددا بعد حل الأزمة. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: قناة الفنان عمرو دياب على اليوتيوب بتتضبط والكليبات كلها رجعة تاني، مشكلة بسيطة وبتتحل حاليا. ولم يتبقى في قناة النجم المصري على اليوتيوب سوى لقطات من بعض حفلاته الغنائية وأغانيه القديمة، لكن تم إخفاء العديد من ألبوماته التي انتجتها شركة ناي مؤخرا، مثل معدي الناس ويا أنا يا لا وكل حياتي. ولم يعلق عمرو دياب أو شركته عن سر اختفاء تلك الألبومات حتى الآن.